طبعا صرخة الناس مدوية، الدولار 11,000، الناس ما بقى تحمل، البطريرك عم نسمع صرخته كل أحد، المطران عودي كمان اليوم عم بيصرخ، الزعماء الروحيين والناس، ما في إلا الزعماء السياسيين قاعدين مطرحهم وقاعدين على كراسيهم وما عبالهم بال. اليوم ميش ضياء لما بتشوف هيدا المشهد، الشارع شو عم بيعمل، المسؤولين شو عم كيف عم بيتصرفوا تجاه هالأمر، شو بتقولي لما بتشوفي هالمشهد هيدا كمواطنة لبنانية؟ يعني خلينا، شو بدنا أنه كنت وزيرة وحضرتك تنتمين إلى طرف سياسي، أنا بدي كمواطنة لبنانية، وبتذكر صرختك وقت انفجار المرفأ، كمواطنة لبنانية ميش ضياء اليوم شو بتقول لما تشوف مشهد من هالنوع؟ يعني جورج، بدي أقول لك بكل صراحة، تعبنا قد ما عم نقول آخ. الآخ ما بعرف إذا عم توصل لسمع يلي مفروض توصل لأذانهم. يعني لما منقول الدولار وصل للعشر تلاف، وغبطة البطرك الراعي اليوم قال إنه عم يوصل على عتبة الاثناشر ألف، والله بيعرف إلى أين سيكرش. طيب ما نحن كلنا يلي موظفين بإدارات معينة، بجامعات معينة، بقطاعات معينة، كتر بينا منقبض باللبناني، فإذا شو صارت قيمة المعاش يلي منقبضه؟ يعني لما ركبوا مقلي وقالوا معاش، إيه مزبوط، المعاش ما عاد يضاين يوم أو يومين. بعدين اللي بيضيف لصرخة الألم هي لما بتلاقي إنه البضائع المدعومة، وشفنا هالمشهد على مختلف الشاشات الليلة، من مواد غذائية، من قمح وغيره، عم تتهرب إلى سوريا بوقت انه المواطن اللبناني عم بيئن من الجوع وعم يتضاربوا داخل السوبر ماركت لياخذوا البضائع المدعومه. فاذا في حدا مسؤول عن كل هالهدر يلي عم بيعيشه لبنان على مختلف المستويات، يمكن في خلل على مستوى الفساد، يمكن في خلل على مستوى اداره الدوله، على مستوى السلطه، على مستوى المؤسسات، ولكن نحن امام هول الفاجعه اليوم، وبنشوف هالمشهد تبع الشاحنات يلي عم تنتقل من لبنان عبر الحدود. ما بعرف صرخة ضمير تجاه أي مسؤول، تجاه المسؤولين عن الجمارك، تجاه المسؤولين عن الأمن، كيف ممكن يقبلوا هيك مشهد ونحن شعب بلشنا نوصل على حافة المجاعة؟ دكتورة شدياء، أنتو كقوات لبنانية عم بتقوموا بحركة سياسية، يعني على المراجع، على بعض المسؤولين، يعني هذا الأسبوع كنت ضمن وفد القوات بزيارة المطران عودي، والعنوان كان طلبا للانتخابات النيابية المبكرة، وأيضا موضوع رفع مذكرة إلى الأمم المتحدة، وتم رفع هذه المذكرة من يومين من شان التحقيق الدولي بجريمة المرفأ. يعني البعض يرى أنه حركة القوات تدور في حلقة مفرغة، طلبا لانتخابات مبكرة ما رح تصير، وطلبا لتحقيق دولة قد يصير وقد لا يصير، بالوقت يلي القوات مستقيلة من دورة في معالجة الملفات الداخلية. ليش ما بتقوموا بدور أكثر مساعد للحلحلة وللخروج من هذه العقدة السياسية بالبلد؟ بطبيعة الحال اليوم في التقاء لصوتين كبيرين، هن صوت غبطة البطريرك الراعي وصوت متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي. اثنيناتهم أطلقوا الصرخة اليوم بالنسبة لثورة الجياع، واثنيناتهم بقدر أكد لك من خلال اللقاءات اللي أجريناها متفقين على مسألتين أساسيتين، ألا وهما الحياد والالتقاء على مسألة مؤتمر دولي للبحث في وضع لبنان برعاية الأمم المتحدة أو أي صيغة مشابهة. هلأ إذا فيك تعتبر أنه البعض عم بيقول أنه القوات روح مكانك ببعض المطالب يلي عم تقدمها، بفتكر في مغالطة بهذا الموضوع، لأنه القوات اللبنانية من أول يوم وأنا كنت على رأس جراوند زيرو أطلقنا الصرخة وطلبنا
طلبنا أو تمكننا من الحصول على بيتيشن عريضة بتوقيع 10,000 شخص متضرر من مرفأ بيروت، وطلبنا بلجنة تقصي حقائق فيما يتعلق بالانفجار يلي حصل بمرفأ بيروت، وبمتابعة لهذه المسألة أيضا نواب القوات اللبنانية وقعوا عريضة وأيضا أرسلوها إلى الأمم المتحدة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس. بفتكر هذه خطوة كتير أساسية لمعرفة ما يحصل في لبنان ولإلقاء الضوء على حقيقة هذه الجريمة التي يدفع ثمنها أبناء الشعب اللبناني، ليس فقط أبناء بيروت لأنه مدينة بأكملها تدمرت، مرفأ يلي هو الشريان الحيوي بلبنان واللي بيستفيد منه كل اللبنانيين وليس فقط أبناء منطقة واحدة هم المتضررون. لكي تحصل على مساعدة دولية في أي مجال يجب أن يكون هناك حقيقة حول ما يحصل. عندنا تشكيك ربما ليس ببعض القضاة وإنما بالتركيب القضائي ككل، لأنه لغاية الآن ما في حقائق معينة قدرت تكشف عنها أو قدرت تتوصل لها، ونحن أصبحنا يمكن 6-7 أشهر من مسألة. بس لوين رح يوصل بيروت. المطلب تبعكم لوين رح يوصل؟ ما تقوم به القوات اللبنانية هو خطوة على الطريق الصحيح. أما القول أنه ندور بحلقة مفرغة عندما نطالب ب يعني انتخابات نيابية مبكرة، بذكرك أنه هذا المطلب إجا مباشرة من بعد استقالة وزراء القوات اللبنانية من حكومة الرئيس الحريري بعد ثورة 17 تشرين الأول، وحتى لو من وقتها تمت انتخابات نيابية مبكرة ما وصلنا لليوم، وحتى من فترة تشرين يمكن من بعد حكومة حسان دياب لما وصلنا لتسمية الرئيس الحريري على رأس كرئيس حكومة مكلف، لو من وقتها صار في انتخابات نيابية مبكرة ما وصلنا لليوم. ولكن هناك في ضرورة لإعادة بناء المشهد السياسي اللبناني ككل. أنت بحاجة لانتخابات نيابية مبكرة لتغير، لتقدر تنتخب رئيس جمهورية جديد لكي رئيس الجمهورية الجديد يشكل حكومة مقبلة على أساس الطريقة التي يسعى إليها أو يطلبها المجتمع الدولي، وهي حكومة مهمة بعيدة عن المخصصات السياسية. دكتور شديا، اليوم يمكن الوقت يمر ونحن في أيام 2022 هو موعد الانتخابات النيابية، على أمل أن تحصل في موعدها وأن لا يستغل البعض بعض الاعتبارات التي يطرحونها اليوم لكي لا تحصل الانتخابات حتى في موعدها، ويكملون يعني في ظل الأغلبية الحالية التي هي تضع يدها على المشهد السياسي اللبناني لن تقوم قائمة للبنان. هيدا اللي بدي أقوله، أنه حتى الانتخابات النيابية بموعدها غير مضمونة، الانتخابات الفرعية أيضا ما حدا عم بيحكي فيها وصار عنا 10 مقاعد شاغرة، فكيف المطالبة بانتخابات مبكرة ممكن تلاقي طريقة للتنفيذ؟ لهالسبب هيدا عم نقول ليش القوات ما بتقوم بدور معين على الأقل على صعيد تحمل المسؤولية بالنسبة للموضوع الحكومة. يعني هناك من يعتبر أنه أنتوا تاركين الساحة المسيحية بالحكومة لا رئيس الجمهورية ولا الوزير جبران باسيل. لو القوات بتحط إيدها بالحكومة بتقدم أسماء خبراء اختصاصيين وأنتوا عندكم كفاءات عديدة ممكن تكسروا هذا الاحتكار المسيحي وممكن يكون هيدا باب للحل. استاذ جورج، هيدا الكلام بقدر اقول لك سبق الفضل، لانه كان عندنا تجربه سابقه وانا شاركت في اخر حكومه شاركت فيها القوات اللبنانيه من فريق من المتخصصين في مختلف المواضيع، مني وجر بكل تواضع بقدر اقول لك، وحتى المش مختص كان عنده فريق يساعده وقدرنا ننجز انجازات كثير مهمه باطار وزاراتنا. ولكن شو كانت النتيجه؟ هل المشكلة بالاختصاص إذا تركيبة الحكومة غلط؟ أنه أنت بالنتيجة وصلنا إلى حكومة الرئيس حسان دياب يلي سميت حكومة حزب الله وإن بشكل مقنع. اليوم بإطار المحاصصة التي يتحدثون بها ثلاثة ثلاثات ليقدروا يشكلوا الحكومة إن كان من 18 وإن كان من 20. بالنتيجة شو بده يطلع؟ الواضح أنه بدها تكون حكومة محاصصة وليس حكومة مستقلة مثل يمكن ما عم يطمح لها الرئيس سعد الحريري. فإذا
يعني عوامل يلي بتنسف هذه التركيبة موجودة من داخلها، فإذن لا أمل بذلك، لن يساعدنا المجتمع الدولي، لن نتمكن من تحقيق الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي لكي يساعد لبنان. عم نشتغل بمنطقة روح مكانك، يعني بدك ينا نرجع نشارك بإطار المحاصصة؟ هيدا الشيء اللي رفضناه. وتذكرك يعني انه بأيلول 2019 دكتور سمير جعجع باطار الاجتماع اللي حصل ببعبدا كان طالب باستقاله الحكومه وتشكيل حكومه مستقلين اختصاصيين. اليوم شو عم يجربوا يعملوا؟ طيب اليوم عم يعملوا نسخه جديده عن حكومه الرئيس حسان الدياب ولن تؤدي الى اي مكان. يعني لا، نحن كقوات لبنانيه بنرفض ندخل بهذا المشهد الهزلي. يعني اليوم انتم بتطالبوا الرئيس المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن التشكيل، يعني الأفضل أنه ما يضل مكانه كراوح، الأفضل أنه ما يفوت بهالفوتة. أنتوا أصلاً ما سميتوه بالاستشارات النيابية، ولكن اليوم هل تطالبونه بالاعتذار؟ هل بتنصحوه أنه يعتذر عن هالمهمة؟ رح أقول لك الصراحة، لم تسمي القوات اللبنانية الرئيس سعد الحريري لأننا كنا نتوقع أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، لأنه لا أمل بهذه التركيبة الحالية المسيطرة على الدولة بكل مفاصلها. يعني هيدا التنظيم مثل ما بيتسمى بين حزب الله أو الثنائي الشيعي، وإنما المهيمن الأكبر هو حزب الله، ومن ناحية أخرى قصر بعبدة وتيار الوطني الحر وجبران باسيل، يعني هن القوة الضاغطة بالمشهد الحالي، لن يسمحوا للرئيس الحريري بأن يشكل الحكومة التي يريد. بما أنه كنا نتوقع أنه أن تكون يداه مكبلتين، لذلك ربما لم نشارك في تسميته، وإنما قلنا نحن نشد على يده إذا تمكن من تشكيل حكومة أخصائيين، ولكن لغاية الساعة كل المشهدية لا تدل على ذلك. حتى هنا أريد أن ألفت انتباهك إلى ما تبعناه في الإعلام من أن هناك مبادرة ربما دخل إليها اللواء عباس إبراهيم أو ما قرأناه، يعني ليس هناك من مبادرة مكتوبة كما طالب بها الرئيس الحريري، وإنما هناك فكرة يقول الرئيس الحريري قد يتنصلون منها. ولكن كما يقال بأنه تركيبة بدل 18 تكون من 20، يضاف إليها وزير درزي ووزير كاثوليكي، وإنما يختارهما رئيس الجمهورية. ماذا يعني ذلك؟ ألن يكون هناك ثلث معطل أصلا من خلال، حتى لو كانت 3 8، 6 للرئيس عون و6 تحت هيمنة حزب الله، ما الحكومة مهيمن عليها حزب الله بحكم الأمر الواقع، بس البلد عم ينهار على أي مساعدة من قبل المجتمع بس الدولة. ست ميل البلد عم ينهار، ولكن أنا رح أقول لك البلد عم ينهار. الوزير مشرفية لحظة وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، بدل ما يدرى وينتبه على ما يحصل في لبنان ونهتم بالمصيبة التي نحن فيها، ماذا ذهب يفعل في سوريا؟ هل يريدني أن أصدق بأنه ذهب للحديث عن النازحين السوريين؟ شو رح يعمل برأيك؟ شو رح يعمل من دون أي تكليف رسمي باجتماعات مع وزير الخارجية؟ ولا لأنه المحور الذي ينتمي إليه يريد الإكمال بالتطبيع وبسرقة القرار اللبناني وإدخاله شئنا أم أبينا ضمن هذا المحور الذي تسيطر عليه إيران، وأحد أذرعه هو النظام في سوريا. يعني لا، ما وصلنا إلى هذه المرحلة. لحظة إذا كان لحظة الرئيس حسان الدياب يتبنى مثل هذه الخطوة ليخرج ويقول لنا أنه هناك تكليف من قبل هذه الحكومة، ولكن أن يذهب بمبادرة شخصية يعني بظل الظرف الحالي الذي نحن فيه، واخدم شيء في ازمه نازحين. لا، لن يدفعوا في ازمه بالليره اللبنانيه وانما سيدفعون بالدولار. في ازمه نازحين، في ازمه نازحين اي احد في المرحله الحاليه. انا عندي ازمه بالداخل اللبناني. اسمح لي جورج، انا هذه الاموال يقال انه ستدفع بالدولارات،
دولارات وين بدها تروح؟ حتى لو اجت من الصندوق الدولي باطار دعم او باطار يعني شو بقولوا دين على الدوله اللبنانيه. بس نحن النازحين انه انا فيني سجل انه هيدي الحكومه قادره تفصل بالعدل مين الناس اللي بدها تستلم هذه المساعدات، من هي الفئات الاكثر فقرا، هذه الدولارات التي ستدفع الى اين ستذهب، من سيشتغل على التصريف، من سيزيد من قهر اللبنانيين وسيزيد من ضعف الاقتصاد اللبناني، من سيهرب هذه الأموال؟ لا ثقة لي بأي أحد موجود حاليا ضمن هذه التركيبة. بعتذر عن هذا القول بالرغم من أنه صداقتي مع بعض الموجودين في الحكومة الحالية، ولكن هي حكومة حزب الله وتحت هيمنة هذا الحزب وما قام به رمزي مشرفية أنا ما بعرفه شخصيا وما عندي شيء ضده على المستوى الشخصي وما بدي أسمع ردود في المقابل، ولكن طرحت هذا الموضوع عندما كنت على طاولة مجلس الوزراء وقت الوزير باسيل قال انه بده عم بمهد كان للذهاب الى سوريا ولعوده العلاقات تحت حجه النازحين، اليوم اعاده لهذا المشهد القديم، لا ما رح نقبل بهذا الوضع وما رح نسكت عليه وما رح نقول لا ما حصل شيء وكان شيئا لم يكن. بس نحن بالنهايه في ازمه بيناتنا، يعني في ازمه نازحين، في ازمه موجوده بالداخل اللبناني ولازم تنحل، وسوريا جاره وعلى حدودنا، وبعدين ليش بدنا نحكي عن تطبيع؟ ما شو هي عدوي؟ يعني انه التطبيع بيكون مع العدو، مع اسرائيل مش مع سوريا. سوريا جاره وفي بيناتنا نحن وياها ازمه، يعني ليش بدنا ناخذ ليش بدنا نحكي بهذا المنطق؟ جاره ولكننا لا نعترف بهذا النظام. معلش كان وزير الخارجية عم بجرب يروح على طول إلى الجامعة العربية ويريد أن يعيد سوريا إلى هذا النظام إلى دول الجامعة عم العربية هذا النظام ما زال قائما يا ست مي. لذلك اللواء عباس إبراهيم دخل على الخط عم بفك ناس من المشنقة، عم بحرر محتجزين بسوريا. دخل اللواء إبراهيم على الخط فيما يتعلق وأكلت إليه مهمة البحث في موضوع النازحين، لماذا لم يعد النازحين إلى سوريا؟ بس حدا يفسر لي ليش. طيب عال اذا هلا رمزي بس اذا هلا هذه المهمه والوزير عباس والوزير مشرفية هو اللي بده يحلها. طيب بركي حلا بركي حلا بركي حلا يفسر لي عال. انا كل ثقه باللواء عباس ابراهيم، ليه ما عم بيحلها هو؟ يعني قدر يعني يعيد بعض المخطوفين من الداخل السوري ومن الداخل الإيراني، مش قادر يحل مسألة النازحين لو بدهم يحلها النظام السوري. ايه بس بالنهاية رمزي مشرفية وزير يا ست مي، رمزي مشرفية وزير في الحكومة، هذا موضوع ما في اتفاق عليه. هو وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الشؤون الاجتماعية منوط بهذه المهمة، هو وزير الشؤون الاجتماعية. بس ما هذا شيء له علاقة من ضمن مهماتي. جورج نعم. لن أدخل في جدل عقيم، أنا هيدا الموضوع تحدثت عنه بنفس النبرة عندما كنت على طاولة مجلس الوزراء، لن أغير رأيي اليوم لأن اليوم لم يتغير عن الأمس، ولكن هناك من يحاول استغلال هذا الموضوع لتطبيع علاقات بوقت يوقفوا. عم ترجعي يا ست مي عم تحكي عن تطبيع بالوقت يلي هيدا بضائع من لبنان لدعم الاقتصاد المنهار في سوريا. مش انه هلا وقت بدنا نساعد المجتمع اللبناني، يعني ايها الطبيب طبب نفسك. طيب عم ترجع بتستعملي كلمة تطبيع، وبرجع بقلك انه كلمة تطبيع لا مش راكبة مع قصة العلاقة مع سوريا، يعني بالنهاية سوريا جزء من المنظومة العربية، في دول عم تعترف انه النظام بعده قائم، يعني عم ترجع الدول تعترف بالنظام السوري اللي بعده قائم وموجود. استاذ جورج ما بدي احول الموضوع الى هذه الناحية. ما حضرتك فتحتي للموضوع، تفضلي. معروف عم بتعمل انت دورك كصحافة تعمل هذا النظام رافع مذكرة بحق رئيس حكومة لبناني هو الرئيس سعد الحريري، رافع مذكرة بحق زعماء لبنانيين سياسيين من جنبلاط لدكتور جاجع لغيرهم. كيف بدك تعتبر أنه علاقات طبيعية بهذه المرحلة الدقيقة؟
ليه؟ طيب. الدول المجتمع العربي بنرجع عندما يعترف تعود سوريا إلى الجامعة العربية، بنرجع النظام السوري وليس سوريا، مع احترامي للجامعة السورية. خلينا نرجع لموضوعنا، موضوع آخر. خلينا نرجع لموضوع الحكومة عنا، نشوف كيف بتنحل. اليوم حضرتك لمين بتحملي مسؤولية العرقلة بالدرجة الأولى؟ هل للطرف الداخلي، يعني هل لفريق رئيس الجمهورية، أم في عرقلات خارجية؟ من يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى؟ في تخلي عن المسؤولية وفي أنانيات عم تلعب دورة على الساحة. معقولة اللي عم نشهده؟ معقولة يعني قبل ما نقول إنه الخارج عم يتدخل في حزب الله، نحن بنعرف انه رابط ربما المساله بالمفاوضات الامريكيه الايرانيه بشكل او باخر، لنشوف المعادلات كيف بدها تتغير بحكم اذا بيستأنفوا المفاوضات بايار المقبل او شيء من هالنوع. وعم نقرا كل يوم الموقف الايراني يلي بيرفض انه يعني قبل ما تشيل امريكا العقوبات لن يبدا باي مفاوضات. بنعرف انه في شد حبال على هذا المستوى، وحزب الله يعترف بكل صراحة أنه هو مرتبط بالمحور الإيراني ولديه مصلحة بأنه يترك الأمور معلقة. في المقابل هو غطاء لفريق معين يلي هو رئيس التيار الوطني الحر أيضا، يلي بيهمه يحضر حاله للانتخابات الرئاسية المقبلة بغض النظر عن مصلحة ربما هذا الجمهور يلي عم يخرج على الأرض ليقول أنا تعبت من هذا الواقع وأريد حكومة إصلاحية فقط لغير، واتركوا مسائلكم يعني الخاصة والأنانيات إلى مراحل أخرى. ولكن مثل ما عم نشوف المشهدية، الداخل عم بعرقل قبل ما تطلع إنه الخارج شو عم يعمل عندك. ما أنت عم تتألم من الداخل، ولكن يعني عوامل الخراب موجودة بالداخل قبل ما تلاقي إذا الخارج عم يلعب دور سلبي أو إيجابي. يعني التركيبة الداخلية هي أكبر معرقل لتشكيل أي حكومة بتأدي إلى خلاص لبنان وبتأدي إلى الإصلاح المنشود لنطلع من هالعرقلة اللي نحن ماشيين فيها. والدولار يلي ما بعرف الاقتصاد شو تليبر، يعني نازل نزول عشان نام، وبالمقابل الدولار طالع طلوع ربنا بيعرف لوين بده يوصل، وبين يوم والتاني من نام عشي بنقوم عشي. بالواقعية الشعب المسكين بالواقعية مش عارفين الخلاص وين. نعم. بالواقعية السياسية سمعنا من كم يوم رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط عم بيقول البلد عم ينهار، الفوضى، نحن على أعتاب الفوضى. وبالوقت نفسه ما بهم إذا كانت 18 ولا 20 الحكومة، يعني مش مع التمسك بصيغة 18 وزير بالنسبة للحكومة وموضوع حكومة الاختصاصيين. يعني هيدي بالواقعية السياسية أليست مدخل للحل؟ يعني مش بس طرف واحد هو المتصلب، يعني في المفروض يكون في تنازلات من كل الأطراف. يعني كلام وليد جملاط ألا يفتح نافذة للحل برأيك؟ يعني أنا بفضل أرجع لكلام الأستاذ وليد جملاط اللي كان قبل جمعتين أكثر شوي، بركي بعد جمعتين بنرجع للحديث اللي كان قبل. مع كل احترامي وكل محبتي، هذه ليست واقعية سياسية، هذا هروب إلى الأمام. لأن أي تركيبة، هو طرح الصوت واعتبر أن حكومة حسن دياب هي حكومة حزب الله التي لا يريد المجتمع الدولي أن يعترف بها. نعود اليوم إلى تشكيل حكومة مشابهة، شو منكون عملنا؟ هاي واقعية سياسية؟ بدك خلاص لبنان؟ بدك تعمل بالمرحلة الانتقالية بانتظار الانتخابات النيابية المقبلة يلي بدها تغير التركيبة الحالية وهيمنة فريق على آخر، أو تترك هالمجتمع يلي عم يصرخ بالأرض يمكن بالآخر يرجع يطلع وجوه جديدة تبرز على الساحة السياسية وتقدر تعمل تغيير من الداخل؟ يمكن ترجع الوجوه ذاتها. خلي الانتخابات هي اللي تعطي حكمة بهذا الموضوع، ولكن استباق النتائج والقول انه لا حول ولا قوة ونرجع على تركيبة حكومية مشابهة لحكومة الرئيس حسان دياب، فإذا لشو استقال؟ هل تطالبون عملنا؟ يعني سمعنا ما كمان الواحد الواقعية السياسية بتقول لتمشي فشخة إلى الأمام بدك تغير شيء.
انت الموجود فيه هلا حاله ضياع، حاله هدر وقت، حاله هريان، بترجع بتعيدها هي ذات التجربه؟ بالوقت نفسه هناك مطالبه من قبل البعض باستقاله رئيس الجمهوريه، يعني حتى ايضا النائب السابق وليد جملاط يقول او يتحدث عن استقاله الرئيس، ويقول انه في مطالبات خجوله من قبل الاطراف المسيحيه بهذا الامر. النائب ستريدا جعجع قالت انه ننتظر من الرئيس ان يقوم شخصيا باتخاذ موقف تاريخي بالاستقاله. يعني انتم كقوات لبنانيه بتشوفوا انه الحل باستقاله الرئيس، يعني اذا اقدم الرئيس على موقف تاريخي مثل ما قالت السيده جعجع وقدم استقالته تنحل الامور؟ يعني بيمشي حال البلد هون المشكله؟ يعني السيده النائب ستريدا جعجع اعلنت هذا الموقف، سبق للدكتور جعجع ان كرر هذا الموقف في اكثر من مناسبه. أكيد إذا استقال رئيس الجمهورية نقدر نوصل إلى نتيجة عملية، لأنه إذا استقال بيصير في مفروض انتخابات نيابية هي اللي تفرز طبقة سياسية بتمثل فعلا المجتمع اللبناني وممكن تؤدي إلى خلاص بشكل أو بآخر. ولكن يعني استقالة عدد من النواب ويعني أن نوصل مكانهم عدد آخر ما بتغير بالأكترية الموجودة حاليا بالبرلمان، وهيدا البرلمان بيرجع بينتخب رئيس جديد يعني بتكون نفس النتيجة. نحن اللي عم نطلب فيه، مش هيك نحن عم نقول انه صرخ الضمير ربما انا الاوان ليتحمل كل شخص وكل مسؤول تبعات القرارات، او انه بهالظرف الضاغط اللي نحن مرئين فيه بيتحمل كل شخص مسؤولياته بتؤدي الى نتيجه. وانما مشان هيك برجع بقول لك انه كمان لما بنحكي بانتخابات نيابية مبكرة أو حصول الانتخابات بموعدها، لحتى لأنه بحكم الدستور اللبناني مجلس النواب هو الذي ينتخب الرئيس المقبل، إذا أسقطت الرئيس الجمهورية بالشارع وعندك هيدا البرلمان هو ذاته شو بتستفيد؟ طيب لو انه دستوريا مش وارده هيدي الشغله، بس انتو كقوات رئيس جمهوريه بالشارع، ولكن شو بتستفيد اذا هاي الاكثريه بترجع بتنتخب رئيس جمهوريه هو ذاته؟ شو بنكون عملنا؟ بس انتو كقوات او بنفس الاتجاه، مع احترامي للاشخاص ومع احترامي للجميع، بس انتو كقوات لبنانيه، انتم من اتيتم بالرئيس عون رئيسا للجمهوريه ومن ساهمتم بوصوله من خلال تفاهم مع راب، اليوم عم بتقولوا انه بالاستقاله استقاله الرئيس هي جزء من انقاذ البلد. طيب كيف تعتبروا انه هلا استقالته هي الحل وانتم اللي جبتوه؟ يعني كيف بدكم الناس يضل عندها ثقه بخياراتكم؟ يعني بنضل نجرب كل مره شيء؟ ليش نحن امتين جربنا قبل بمره بحيه الله؟ يعني انه قبل يعني بمره تفاهم صار في تفاهم مع راب، شو تفاهم مع راب؟ يعني صار في نزلوا على الشارع وسكروا البلد مدري اي فتره ومرقنا بفراغ ورحنا على الدوحه، رجعنا مرقنا بفراغ طويل بلا رئاسه جمهوريه، الى انه لا حول ولا قوه طلع تفاهم مع راب على امل انه بركي رئيس الجمهوريه بياتي بالفريق الثاني الى المحور السيادي وبنقدر ننقذ لبنان من الواقع الذي نحن فيه. ولكن لسوء الحظ يعني نحن كان فينا نضرب بالرمل ونعرف انه يعني الاتيان او التصويت لفخامه رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون سيعني انه منذ البدايه سنتخلى عن مهمة الإنقاذ وسنعمل على إيصال الرئيس الآخر بعد انتهاء ولاية فخامة رئيس الجمهورية. أكيد ما كان فينا نحذر بهيدا الشيء. يمكن الرئيس نبيه بري كان عنده توقع بهيدا الأمر، ولكن ما كان حدا بيقدر يتصور أنه لما بتنتخب العماد عون بتكون عم تنتخب جبران باسيل بنفس الوقت. أها، هيدا الشيء اللي كان الرئيس بري منتبه له وانتم ما انتبهتوا له؟ يعني قالوا ايه طبعا قالوا ايه، وهيدا الشيء ما كنتم منتبهين له انتم وانا سمعت كقوات لبنانيه هالقد ايه
هالقد؟ هالقد لا، يعني فيك تشتغل بالسياسة وتنجح. لحظة، فيك تشتغل بالسياسة وتنجح وتعمل إنجازات وبتقطف ثمارة بعدين، ولكن منشل البلد على مدى 4 سنين ومنقول ما خلوني؟ منشل البلد مثل ما كنا نعمل قبل لحتى الحكومات ما بتتشكل، لحتى يكون جبران باسيل وزير بعد ما سقط بالانتخابات النيابية؟ ما اجى ببالنا انه عندما نصل الى رئاسة الجمهورية كمان في عامل ضاغط رح يؤدي الى الشلل في العمل المؤسساتي والاداري في لبنان، وفتنا بمماحكات كنا منفضل ما نوصل له، لانه يعني الممارسات السياسية لسوء الحظ فيها حزازيات، فيها شد حبال، فيها مين بياخد يعني المكتسبات الاكبر بعيدا عن المصلحة اللبنانية الحقيقية. نحن كفريق قوات لبنانية ولا بلحظة انه قلنا او توقعنا انه ممكن نوصل لهيدي النتيجة. وعلى كل حال ربما البعض اعتذر عن انه لم يرى الامور انه ممكن توصل الى الواقع الذي وصلنا اليه. على كل حال تفاهم مع راب كان قائم على توزيع الحصص المسيحيه، كان قائم على تسويه ومحاصصه مسيحيه، لو هالمحاصصه مشيت كما يجب ما كان هذا التفاهم خرب وما كان هذا التفاهم انكسر. يعني هاي بفتكر النقطه الاساسيه. يعني بفتكر استاذ جورج تم توضيح هذه المسألة أكثر من مرة من قبل إيه، بس في النص المسرب، القوات اللبنانية النص المسرب مسؤولين فيها ضمن هن يعني الأكثرية يلي بتمثل الأرض بالتركيبة المجتمعية المسيحية بلبنان. إيه ما في نكران لذلك، ولكن ولا بلحظة القوات اللبنانية قالت إنه هي بالنسبة لإنه بيتقاسموا إنه رح تجيب ناس فقط ممثلين للقوات اللبنانية. أصلا لم تفعل ذلك عندما كان بيطلع لها 3 وزراء أو 4 وزراء، كانت عم تستفيد من حضور ناس من قبل الأخصائيين ومن قبل المجتمع المدني، لحتى يتبوأوا أهم المناصب فيها أو يمثلوا القوات على طاولة مجلس الوزراء. ولا بلحظة القوات قالت أنه هي بدها تمثل حالها وما بدها تمثل الآخرين، حتى كان منفتحة على تمثيل الفريق اللي نحن منعتبره أنه هو أساس 14 أدار أيا كان انتمائه السياسي أو الحزبي، ولكن المناكفات أدت إلى الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم. أبدا ولا بأي لحظة قالت القوات أنه هي بدها تاخد فريق، ليش حتى اللي سميناه بالمجلس الدستوري واللي حضركم بتستضيفوه بكل المناسبات ليس منتسبا إلى القوات اللبنانية ولا يحمل بطاقة، ولا عم نجيب عم نسمي الكفاءات. وهيدي معاناة عانيتها لما كنت أنا بطاولة مجلس الوزراء، بتطرح أسامي ناس مستقلين بس بالآخر يمكن بيأسوا وبيجوا هني بيقولوا لك لا، لما صرنا لهيدا الواقع صرنا أقرب إلى القوات، لأنه عم نلاقي أنه القوات مهمة مصلحتها الخاصة بينما الآخرين يا رب نفسي. أنا بدي أشكرك دكتورة مي شدياء الوزيرة السابقة على هذه الإطلالة الليلة، شكرا لك وأهلا وسهلا فيك، نتأمل المرة الجاية نشوفك عنا باستوديو الجديد. أنا كاميكاز ما عندي مانع، يعني حضرتك بالفورميل الجديد أردت أنه تكون بهذا الإطار، ومشان هيك رحبت بالدعوة وأهلا وسهلا فيكم في منزلي. يا أهلا فيك، مرت الجيم نكسبك باستوديو معنا. شكرا لك دكتورة شدياء.